ذلك العبد الفقير مرة جعل رياضة رمضان رياضة عاشوراء، يعني نقل من عاشوراء إلى رمضان، وبدأ يتحدث في سيرة الحسين، وألهمت ما يسمى حور الحسين أو مزامير الحسين، التي منها هذه مجموعات إلى 1000 حورية. بيت واحد من هذا أحيانا بيجمع كل تاريخ الحسين، بمعنى أترى حسن يدلل بالحسين، فهل ترى؟ ما هيك قلنا؟ حسن يدلل بالحسين فمن ترى؟ أترى عليا؟ بل رأيت محمدا. الفكرة بالبيت، يعني بغض النظر عن الصياغة الشعرية، الفكرة أن الحسين ابن علي كما أن جده تشرب سير الأنبياء جميعا، فاضت عليه الفيوضات الآدمية الإبراهيمية الموسوية العيسوية، الحسين بن علي كذلك فاضت عليه فيوضات الأولياء، فهو الولي في ذلك الزمان، وصار الحسين بن علي متعجب لفلاسفة التاريخ، فلاسفة الاستشراق، فلاسفة التبشير. يعني إذا أراد أحدنا أن يقرأ كتابا في تاريخ الإسلام وينظر ماذا يقول المبشرون عن فلسفة الحسين وعبقرية الحسين، وطبعا لا يبكي وحسب، ولكن نحن نحب البكاء لأنه يطهر، ولأن الدمع بقلبه عمد ترتفع إلى السماء. لكن عندما يتصورون تلافيف دماغ الحسين، أسلاك تفكير الحسين، كيف يفكر الحسين؟ عندما يقفون مع طفل الحسين، مثلا واحد ألماني كتير بيحكي بهذه الناحية، وكيف كان يتعمد الإمام الحسين مثل هذا الكلام، ولا ندري كيف يمكن أن نروي مثل هذه الرواية، إنه واحد بيستخدم السلاح الأكثر إصابة، الأكثر توصيلا لقضية من القضايا، بيستخدم الشبكة الأعظم صيدا. الحسين كما يقول ماربين مثلا، بأخذه رضيعه وكي رفعه بين أيدي الناس، وقال لهم إن هذا الرضيع ظامي، وإذا كنتم يعني كيف فيكم قلوب، فيكم رحمة، يمكن تعطونا شيئا من الماء، فكان جوابهم بالسهم، يعني أعطوه سهما لعنق الطفل. الفلسفة لهذه القضية في الغرب، فلسفة علماء، فلسفة ناس موضوعيين يعملون بالبراغي، بالأزرار، بالضغط على الآلات، فكروا مليا أن الحسين استخدم سلاح، أطلق صاروخا جديدا، أطلق عملا لا نظير له. بيأكد هؤلاء الإخوة الفلاسفة، فلاسفة التاريخ، يؤكدون أن هذا عمل بفكر الحسين لا نظير له. طبعا قلت انه فضل اليوم نشوف فكر الغرب كيف يفكرون بعبقرية الإمام الحسين وبفلسفته وبتدبيراته في أصول السياسة، سياسة التاريخ، لأن الغرض من العمل الحسيني ليس مطامع سياسية وليس مطامع دنيوية، الغرض عند الحسين، وهذا صار واضحا عند الغربيين، عند فلاسفة الغرب، أن الحسين رجل روحاني، رجل دين، رجل رباني. هذا الرباني يريد أن يربي الكون على الربوبية، على الإيمان بالربوبية، وبالتالي هو الحسين همه، غرضه، غرامه، حبه، كل روحه متجه
إلى تقديس هذه الربانية وتوصيل هذه الربانية إلى من يربيهم من أبناء العالم، أو إلى من أراد رب العالم أن يربوا على معرفته وعلى التحلي به. إذن كيف لما نستخدم كلمة سياسية، استراتيجيات الحسين لم تكن موقوتة بيوم عاشوراء ولا بيوم تاسوعاء ولا بعشرة أيام من محرم ولا بأربعين يوم بعد ذلك إلى 20 صفر. استراتيجية الحسين كانت مفتوحة على الرب، على الربانية، على قلوب من يربيهم الله رب العالمين في كل زمان في كل مكان. إذن كان حرص الحسين في، أنا متعجب حقيقة، متعجب من هؤلاء الفلاسفة في الغرب كيف بيفكروا بهذه الأعماق، كيف يدخلون إلى هذه الأسرار ولا يتوقفون عند ما نفعله نحن أحيانا، وإن كان كله مراتب وكله درجات في هذا الطريق، لكن الفلسفة العالمية الآن تقريبا سوف يكتشف الناس أنه الفيلسوف الأعظم للربانية في عصر الحسين كان الحسين. الحسين هو أرسطو ذلك الزمان، هو أفلاطون ذلك الزمان، هو معمر الجمهورية الربانية على الطريقة التي يفهمها الحسين ولا يفهمها غيره. بطبيعة الحال سمعنا بالتاريخ، تاريخ الحسين ورحلة الحسين من المدينة ثم إلى مكة، من مكة إلى العراق، في طريق العراق كيف تخلى جميع الناس عنه تقريبا، وحتى رسوله إلى العراق قتل، وصار الحسين في العراق شبه محاصر، يعني محاصر، حصاره متحرك، حصار محمد جده كان في شعب أبي طالب ثابت، أما حصار الحسين صار متحركا من مدينة إلى مكة إلى العراق ثم إلى أرض كربلاء. حسين محاصر، ولكن هو كصلابة جده محمد كان يقول، هلا بدي أحكي شوية شرقا، إنه محمد كان يقول أنا من حسين وحسين مني. كيف يعني الكلام المكرر المحفوظ، أنا من حسين وحسين مني؟ حسين يعرف تاريخ جده الحصاري، ألم يحاصر محمد في شعب أبي طالب؟ كلنا نعرف ذلك. ألم يقاطع بنو هاشم في شعب أبي طالب من كل أنواع المقاطعة كما نرى هذه الأيام نماذج من المقاطعات ومن الحصارات؟ هو يعرف ذلك، بس هو يتذكر مليا أن جده عندما عرضت عليه القضايا المغريات قال: والله يا عم، قال ذلك لعمه أبي طالب، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. هل الحسين الآن محاصر، محاصر في مكة، عليه أن يبايع في المدينة، خرج إلى مكة بسيرة الحاج، لوحق إلى مكة، مشى نحو العراق، فرط الناس حوله من العراقيين ومن الذين أرسلوا إليه الرسائل أن أدركنا وأن وأن، ولكن تذكر دائما إيه، وإذا وليكن، والله لو وضعوا الشمس في يميني. أنا الآن أتخيل أو أتصور هذا التصور، أن الحسين بالتأكيد كان يفكر إيه، وإذا فليكن ما يكون، إن جدي لم يساوم على قمر أو شمس، لو وضعوا الشمس والقمر في يمينه ويساره لا يتخلى، وأنا كذلك، أنا من جدي كما أن جدي ينتظر مني أن أفعل فعله وأن أحافظ على تراثه وأن أكون أمينا على الأمانة وفيا لها مقيما بها لائقا بعهدها. فكان ما كان من الإمام الحسين وأدى ما أدى، وقال: الربانية أولا والربانية ثانيا والربانية أبدا. إذا تعي رضيع، تفضل.
اذهب أنت صاروخي الآن، تعال يا فلان، تعال يا فلان. أولاد الحسن، أولاد الحسين، أولاد علي، كلهم كانوا أسلحة قاومت دفاعا عن ماذا؟ أكيد ستقولون عن الربانية. حلو، فهم الغربيون هذا الكلام. أرجو للشرقيين أن يدركوا ذلك بعمق، وأن يسقطوا من حسابهم مسألة المعادلات والموازنات والمساومات وسيف جده وفلان. لا لا، الحسين الروحاني الرباني الذي ختم، كما نقول في العرفان، ختم جوارحه بهذا الحب، وبالتالي لم يعد إلا الله، لم يعد إلا الرب الذي يستحق أن تقدم النفس من أجله، وأن يقدم الأبناء من أجله، وأن يقدم كل شيء من أجله. ولعلي أحدث في مجالس خاصة الإخوة ببساطة متناهية الدليل على أن الحسين ربى تربية راقية وعالية وتشربها أبناؤه. ابنه الوحيد الذي خرج من المعركة هو زين العابدين. زين العابدين ما قال وحسرتي على أبي، ولا قال وحسرتي على أمي، قال والله لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن كان معي القرآن. عجيب وغريب. لا يعني أنا لابد لي أن أتعجب، أتعجب معجبا بهذا الكلام، أنه واحد ما بي يعني نحن ندمع ونستدمع في مجالسنا، لكن زين العابدين وليموت من بين، والله لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن كان معي القرآن. أنا أتعجب الآن في غاية الإعجاب، ما الذي وضعه زين العابدين خلاصة الخلاصات في قلب، ما الذي وضعه الحسين في قلب زين العابدين كخلاصة خلاصات وكبذرة تعود من جديد، تجدد الحياة من جديد، تقيم الحياة من جديد، تعيد الموتى لأيوب من جديد، تعطيه مثلهم معهم. بس كيف؟ هذا الكيف أظنه سؤال بدنا نشوف كيف فهم، كيف تشرب زين العابدين من الحسين محبة القرآن، كيف تشرب الحسين من أخيه، من أبيه، من أمه، من جده محبة القرآن. وبالتالي نحن نقول ماذا، ما هذا القرآن الذي سمعته الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. كيف فهم الجن هذا القرآن؟ كيف اتبعوه؟ كيف انتقلت هذه الطاقة القرآنية إلى قلب زين العابدين فنفى الموت، كل الموت في الشرق وفي الغرب، لا موت، إنما هو القرآن. ما هو هذا القرآن؟ هذا أظن ما سيكون الحديث والوقفة والمحطة معه في لقاء قادم إن شاء الله. سلام ورحمة الله تعالى وبركاته. زئ الموت سيفي قد على هازم جيش العدا في كربلاء هاشمي.